ازاي احنا كأكاديمية بنطمن ان انت في الاخر مبسوط ورحلة التعلم محققة الغرض بتاعها؟ ده بيتم عن طريق ان انت بيبقى لك كل جلسة فرصة انك تتكلم فيها وتقول كلمة ختامية تقدر تقول فيها ايه اللي مش كويس وايه اللي كان نفسك تشوفه احسن. وده بيتم في عندك قناة اتصال مهمة جدا مع الليرنينج منتور او المرشد التعليمي، وعندك قناة اتصال تانية مهمة جدا مع الليرنينج اكسبيرينس مانجر او مدير عملية التعلم. ودوت المفروض ان انت ممكن في اي وقت ترجع له تقول والله انا نفسي اشوف كذا افضل او نفسي اتعلم كذا. وطبعا المدير الاكاديميه او الميسر الاساسي دول برضو ادوار تانية ممكن تبعت لها لو حابب، لو في عندك حاجه عايز توصلها كصوتك في عمليه التعلم، غير طبعا عمليات التقييم المستمره اللي احنا بنبعتها عشان نطلب منكم مدى رضاكم عن عمليه التعلم الموجوده. واحنا دايما بنبقى مهتمين بسماع الاصوات المختلفه، ودايما بيتم عمليه اجتماعات ولعمليه تطوير البرنامج، لان اكيد دايما بيبقى فيه احسن نقدر نقدمه، واحنا دايما بنتحدى نفسنا للتطوير للافضل ولتحسين مستوى خدمه العملاء عندنا وتحسين عمليه الاثر التعليمي اللي احنا بنحاول نوصله.